بمناسبة شهر رمضان يقوم صندوق الصداقة الذي يتلقى تبرعاته من يهود ومسيحيين انجيليين في الولايات المتحدة بتوزيع تبرعات على المحتاجين من العائلات المسلمة في اسرائيل ويقول مدير الصندوق الحاخام يحيى اكشتن ان هذه التبرعات بلغت حوالي 700 الف دولار <applause> هذه هي فلسفتي كوني حاخام أرثوذكسي وفلسفة الديانة اليهودية التي تعتمد على القيم اليهودية وعلى قيم دولة إسرائيل الديمقراطية يجب عليها التعامل مع كل مواطنيها بمساواة وهذا ما نفعله بلدية قلنسوة تلقت جزءا من هذه التبرعات التي تم توزيعها على 9500 عائلة في أنحاء البلاد بالرغم مما تقوم به البلدية الوسائل المتوفرة لديها إلا أنه وعندما تظهر جمعية أو منظفة أو منظمة كصندوق الصداقة وتمدنا بالشيء القليل أو الكثير فإنها حقيقة فكرة ورسالة ودعم إنساني قبل أن يكون مادي ويقوم قسم الرفاه في البلديه بتوزيع القسائم الشرائيه على العائلات من اجل ابتياع المواد الغذائيه الاساسيه، ومن ثم تتوجه العائلات الى البقالات من اجل شراء احتياجاتهم. كثير احنا في مكتب الشؤون بنعتمد ركز على سلات الغذاء والمساعدات الغذائيه، فبنعطيها لبقالات معينه اللي هي معروفه لصندوق الصداقه. وبيجوا الناس زي ما انتم شايفين هنا في البقاله في السوبر ماركت بيجوا باخذوا احتياجاتهم حسب المساعده المحدده لها في صندوق الصداقه اللي هي 450 شيكل وتبلغ تبرعات صندوق الصداقه سنويا حوالي 6 ملايين دولار يتم توزيعها على ابناء الطوائف المختلفه من المجتمع العربي في البلاد ويقول القائمون على هذا المشروع ان الهدف من ذلك هو دعم جميع مواطني اسرائيل على مختلف انتماءاتهم من مدينه قلنسوه يحيى قاسم الحره